أصحاب الأرض. أوباما قال في نفس المؤتمر حل ظاهرة الإرهاب هيحصل لما الزعماء السياسيين والدينيين يساعدوا الأصوات المعتدلة. لازم نحارب أيديولوجية داعش اللي بتقول إن هم مسلمين، وده خطأ لأنهم مش مسلمين ومش بيمثلوا الإسلام. وقال داعش والقاعدة بيروجوا إن أمريكا والغرب في حرب ضد الإسلام وبيضطهدوا المسلمين، وبيروجوا إننا سبب كل المظالم في الشرق الأوسط عشان يبرروا أفعالهم الإرهابية على أساس إنه دفاع عن المسلمين وهم اللي بيقتلوا المسلمين. شايف يا بن؟ شايف يا كيمون؟ أستاذ كيمون، شايف أوباما؟ حتى أوباما يعني بيقول كلام فيه شوية سنس، يعني أوباما اللي عادة مفيش سنس بس بيقول كلام فيه سنس. يتغير الراجل اللي بيكتب لك الكلام، يعني تشوف لك طريقة تانية غير ان انت عمال بتقول كلام هلامي كده، جيلي، جايب حلة جيلي وقاعد فيها بتقول يحصل اي حاجة تروح طالع ضرب لنا طبق جيلي احمر، وبعدين تحصل حاجة تانية طبق جيلي اصفر، وبعدين طبق جيلي بنفسجي. مش معقول يعني امين عام الامم المتحدة يقول اي كلام. اوباما قال ان ذبح المصريين في ليبيا صدم العالم من بشاعة الواقعة، والتنظيم الإرهابي بيقتل الأطفال ويغتصب النساء وبيذبح الرجال ويضطهد الأقليات، وده خطر لازم نتصدى ليه جميعا. معايا عبر الهاتف معالي وزير الخارجية السفير سامح شكري. أهلا معالي الوزير. أهلا وسهلا أستاذ أسامة. زي صحفا يعني معالي الوزير، اللي احنا سمعينه من الكلمات اللي قيلت النهاردة، وخصوصا كلمة أمين عام جامعة أو أمين عام الأمم المتحدة النهاردة، يعني الحقيقة في رأيي الشخصي أنه لا يرقى إلى مستوى الحدث ولا يرقى إلى مستوى الأحداث. رأي حضرتك إيه؟ طبيعة الاجتماع وطبيعة تنظيمه ربما هي اللي مأثرة بعض الشيء على المحتوى والوقت المحدود للكلمات، ربما أيضا ترك أثره، ولكن كل وفد بيحاول أنه بقدر الإمكان يضع التركيز على العناصر اللي بيراها مهمة في عمليات مقاومة الإرهاب، وفي أي حال هي فرصة إضافية للتأكيد على تضافر المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة والتناول المتكامل لها. وهناك أيضا تركيز على عنصر المجتمع المدني ودوره، وأيضا الفكر الخاص بعدم لفق أي نوع من التهم أو التأثير على دين يستغل بإساءة تفسيره للترويج لأغراض سياسية. معالي الوزير، يعني حضرتك هل فوجئت بالمواقف اللي واخداها الدول تجاه مصر؟ أنا سمعتك. يعني حضرتك، هل حضرتك فوجئت بالمواقف المتخذة تجاه مصر فيما يتعلق ب العملية الجوية التي تمت ضد القواعد الإرهاب في ليبيا؟ يعني بعض الدول كنا متوقعين أن الجميع يحيي مثل هذه الضربة. فسر بإيه؟ أتصور أنه كل المجتمع الدولي متفهم وما لمسته من تعازي وتفهم للدواعي اللي أدت لهذه الضربة، وتقدير للتعاون القائم بين مصر هو شيء رئيسي، وخاصة من قبل الدول العظمى، الدول الخمسة دائمة العضوية، وباقي أطراف المجتمع الدولي. فالحقيقة أنا مش عارف حضرتك بتشير إلى شيء بالتحديد. يعني أنا بأشير، خليني أقول حضرتك، يعني أنا بأشير لموقف قطر، بأشير حتى للتصريحات اللي خرجت عن تونس النهاردة، كلها تصريحات الحقيقة مخيبة في رأيي الشخصي للأمال أو للمنطق. أنا ما اطلعتش في الحقيقة على التصريحات التونسية، ولكن أنا تلقيت وتحدثت مع الوزير التونسي، وكانت مشاعره إيجابية، وتأييده وتضامنه مع مصر كان واضح في حديثه عندما تحدثنا منذ يومين. نعم. طب حضرتك شايف في إمكانية أن يتفق العالم على الأقل على نوع من أنواع الحصار البحري لمنع وصول الأسلحة إلى المتطرفين في ليبيا، مع دعم ليبيا والحكومة الليبية وقواتها المسلحة بالسلاح؟ هذا من ضمن العناصر اللي طرحناها في مشروع القرار. يعني يمكن بس أوضح أنه العملية التفاوضية في إطار الأمم المتحدة ليست بعملية قصيرة ليوم أو يومين، وإنما هي عادة ما تأخذ عدد 10 إلى 15 يوم
وكان الدفع الذي تم في نيويورك بالتشاور مع الدول الخمسة عشر والدول الأخرى المؤثرة والشركاء الدوليين كانت بداية لجهد وتركيز مصري على تدهور الأوضاع في ليبيا، وحقق هدفه من حيث تسليط الأضواء والاهتمام الدولي بقضية الأوضاع في ليبيا، وأدت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن العالمية ومزاعة على وسائل الإعلام الدولية، وكانت مرصودة بشكل كثيف في وسائل الإعلام الأمريكية. والآن هذه العناصر التي تم تلورتها بالتعاون مع شركائنا الأردن والدول العربية مطروحة لتداول مجلس الأمن والمشاورات الداخلية في إطار من السرية فيما بينهم، وبالتأكيد بنسعى للخروج بقرار يتضمن هذه العناصر ويكون يسهم في تحقيق الاستقرار ودعم الشرعية في ليبيا. وحضرتك متفائل بصدور هذا القرار دون أن يتم التصويت عليه بفيتو بأي حاجة من الحاجات دي الفترة اللي جاية؟ يعني المؤشرات الأولية، ودائما في مثل هذه الأمور من الأهمية أن نكون متحفزين في تقديراتنا حتى نستخلص مواقف أكثر وضوحا، ولكن التقديرات الأولية أن الجلسة المغلقة بالأمس كانت هناك قدر عالي التفاهم والتفاهم للعناصر المطروحه في مشروع القرار. نحن سنواصل مشاوراتنا على مستوى المندوب الدائم في نيويورك ومن خلال العواصم. انا وجهت باستدعاء السفراء الدول ال 15 للتاكيد على اهداف مصر من طرح هذا القرار، وايضا سفرائنا في هذه الدول في العواصم بتتواصل بشكل كثيف بتوضيح الرؤية المصرية واستخلاص موقف مؤيد لمشروع القرار. معالي الوزير سفير سامح شكري وزير الخارجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على إتاحة الوقت لنا. يعني نتمنى ان طبعا ان هذا الجهد احنا يعني انه يستمر، جهد الخارجية في بعض الناس بتقلل من